اليوم عندنا بنتين، واحده اسمها خطون واحده اسمها رقاوي رقيب. ف خطون داوم المدرسه ورقيب ناصر، طلع لي لعبه. خطون ايش قالت رقيب؟ قالت لها اعطيني ذي الاقلام اللي عندك في التلوين. جابت الاقلام قالت لها ايش تريدين؟ قالت لها اريد انا نقوش. هي اسمها شنو نقوش؟ احمر. قالت لها الغوش هو الاحمر. قالت لها خوش. اعطيني بعد لون ثاني. قالت لها يا لون تريديني؟ قالت لها ها؟ اعطيني البلو. البلو؟ قالت لها شنو يعني؟ قالت لها زين. قلت لها بجد وين تعلمتيني؟ قلت لها اني تعلمتيني في المدرسه الفرنسي. قلت لها احنا مدرستكم يا فرنسي؟ قالت لها ايه مدرستنا يا فرنسي، ياخذونا ويدرسونا ويعلمونا شلون اقول انا اسمي كذا وانا اسمي كذا بالفرنسي، وشلون اقول الالوان، شلون احسب الارقام. قلت لها كيف نعلمكم اياها؟ قلت لها ما دام هيجي انا راح اروح اهلي خليهم يسجلوني بالمدرسة. راحت رقية حاجتهم ها ماما تجيني بالمدرسة على مدرسة علم الفرنسي مثل فطوها، خذوها سجلوها. بالدرس مال الفرنسي سألت المعلم قالت استاذ اريد تعلمني الاحمر ولا ازرق بالفرنسي؟ قال سيارات. شلون سيارات؟ قال سيارات. بس احنا نسال تلاميذ ندعوهم تلاميذ ونجلس كلمه عليه ونشوفه انه ما عرفون الالوان دولا. ف يسالكم مستر على مود ما تعرفون تعلمون رقيب، فتعرفوا مثلا الاحمر شنو بالفرنسي؟ غوش. شنو الاحمر بالفرنسي؟ والازرق يعني هسه احنا من خلال هذا درسني ومن خلال ذي الالوان الفرنسي صعب بس يعني تخلون رقية مثلا شو تصمون رقية داوم مو تدرس فرنسي؟ ايه اي انا مو تدرس فرنسي وتتفوقون وتنجحون ان شاء الله.